نشرة الأخبار تأتيكم من العراقية الإخبارية أهلا بكم البداية من أبرز العناوين بمناسبة عيد الجيش الكاظمي يؤكد عدم السماح باختطاف القرار الوطني ورئيس الجمهورية يجدد المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة مع زيادة أسعار النفط عالميا مختصون يؤكدون زيادة كل دولار في الأسعار يقابلها زيادة في الإيرادات بمعدل تريليون دينار سنويا النزاهة النيابية تعلن تهريب 350 تريليون دينار خارج العراق وقانونيون يؤكدون الحاجة لاتفاقيات دولية لإعادتها ترامب يدعو نائبه مايك بنس للطعن بنتائج الانتخابات ويتحدث عن رغبه بعض الولايات بالتراجع عن النتائج السابقه للانتخابات اهلا بكم الى تفاصيل شدد رئيس الجمهوريه الدكتور برهم صالح على ان قوه وهيبه الجيش وتطوير صفوفه المسلحه تمثل قوه وهيبه الدوله الحارسه والخادمه لشعبها. صالح اشار في تهنئته الى ضروره ان يبقى الجيش مؤسسه وطنيه دستوريه حاميه للسياده والوطن لا اداه بيد الاستبداد والدكتاتوريه واضاف ان ديمومه الانتصارات التي تحققت على الارهاب تستدعي مواصله الجهود لبناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكريه ورسالته في الدفاع عن الوطن وحفظ السياده مشيرا الى ان هذا الامر لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت وحصره بيد الدوله وتعزيز التكاتف بين المكونات الشعب العراقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بعدم السماح باختطاف القرار الوطني العراقي من قبل اي جهه كانت. الكاظمي في كلمه بمناسبه عيد الجيش اكد انه لن يخضع للمزايدات السياسيه والانتخابيه، مشيرا الى ان صون سياده العراق وامنه وسلامته تفرضه ضرورات العراق. نجدد اليوم عهدنا إلى الشعب العراقي بأننا لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أي جهة كانت ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية وأن قرارنا أننا ننطلق من مسؤوليتنا الوطنية وأن صوم سيادة العراق وأن صوم سيادة العراق وأمنه وسلامة دولته هو قرار عراقي بامتياز تفرضه ضرورات العراق كما أعلن رئيس الوزراء أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسحب خلال أيام المقبلة نصف عدد قواتها من العراق مضيفا أن ما يتبقى من القوات الأمريكية في العراق ستعمل على التعاون في مجال التدريب والتسليح عملنا منذ اليوم الأول على مسارات واضحة في عدد التوازن لملف علاقاتنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية وكذلك اطلاق الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية بهدف انسحاب قواتها وهو الامر الذي اعلنه الرئيس الامريكي خلال زيارتنا الاخيرة الى واشنطن. وكثمرة لهذا الحوار الاستراتيجي المتواصل تم سحب دفعات من القوات الامريكية ضمن توقيتات فنيه خلال الاشهر الماضيه وسوف يكتمل هذا في الايام المقبله انسحاب اكثر من نصف تلك القوات من العراق ولن يتبقى الا مئات منهم فقط للتعاون في مجالات التدريب والتهيل والتسليح والدعم الفني وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجيش العراقي ظل وفيًا لبلده وتوج ذلك بالاشتراك مع الصنوف الأمنية الأخرى بالانتصار على داعش، مبينا أن الجيش انتصر على محاولات كسر هيبته ووجوده وطمس هويته الوطنية. جيش العراق ظل وفيًا للوطن وللدولة. توج جيش العراق. توج جيش الوطن. مسيرته إلى جانب قواتنا الأمنية بكل صنوفها في تحت تنظيم داعش الإرهابي وطرده من أرض العراق المقدسة. نعم نهض جيشنا منتصراً. نعم نهض جيشنا منتصراً من قوة داعش من جرح اسمه داعش خارج جيشنا منتصرا على محاولات كس هيبته ووجوده وطمس هويته الوطنيه أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن ما قدمه الجيش العراقي طوال مسيرة قرن من الزمن يعد مفخرة عظيمة تستحق التخليد والإشادة والتكريم، وتتطلب مزيدا من الدعم المساند لهذه المؤسسة الوطنية التي بذلت الكثير خلال مسيرتها المشرقة، وذكر الحلبوسي خلال تهنئته للجيش العراقي بمناسبة غيده المئة أن الجيش العراقي سطر عبر تاريخه المشرف. اروع صور البطوله واترفع عن كل الميول والاتجاهات سوى الوطن وحمايه ابنه وسيادته وفي تهنئة بذكرى تأسيس الجيش العراقي دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الحكومة إلى تعزيز قوة الجيش وتزويده بالأسلحة لحفظ هيبة العراق وحماية سيادته والدفاع عن شعبه ووحدته. الكعبي أكد دعم مجلس النواب لبناء جيش مهني ووطني وقوي ينتمي للعراق ويرفع رايته ويدافع عن ترابه. مشيرا إلى أن الجيش بات أكثر قوة وخبرة وقادرا على درغ الخطر ومواجهة التحديات قدم كل من الناتو والتحالف الدولي تهنئة إلى الجيش العراقي بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه وذكر بيان للتحالف الدولي أن التحالف يهنئ الجيش العراقي بالاحتفال بعيد ميلاده المئة مضيفا انه تم انشاء الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني عام 1921، ولا يزال يوصل مسيرته كشريك رئيس في المعركه من اجل هزيمه داعش، واوضح ان قوه المهام المشتركه عمليه العزم الصلب تكرس جهودها لاستمرار الشراكه مع قوات الامن العراقيه التي تعمل جاهده للحفاظ على سياده العراق وتوصل هزيمه فلول داعش. دعا ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول الشعب العراقي إلى الوقوف مع الجيش العراقي في عيده المئة ورفع العلم العراقي في كل مكان اللواء رسول ذكر في تصريح للإخبارية بنشرة سابقة أن رفع الأعلام رسالة دعم واعتزاز للقوات المسلحة أطلب من الشعب العراقي البطل المجاهد الشجاع وشبابنا العراقي وشاباتنا وأهلنا <applause> أن يساندون هذه المناسبة العزيزة بالفرحة ويعني أيضا رفع العلم العراقي نريد أن يرفع العلم العراقي في كل مكان على البيوت على المنشآت على العمارات على المولات في كل مكان ونعطي رسالة كبيرة أنه هذا جيشنا هذا أبنائنا هؤلاء أبطالنا لا ننسى أنه أعطينا شهداء أعطينا دماء زكية أيضا أعطينا جرحى لهذا انا أعتقد اليوم الشعب العراقي سيقف وقفه كبيره مع القوات المسلحه العراقيه ومع الجيش العراقي في عيد المئه الذي حقق في الكثير من الانتصارات ودافع عن العراق وعن سياده العراق ولا يزال وسيبقى هذا الجيش هو السور والدرع الحصين ضد اي محاوله للنيل من سياده العراق ومن ارض العراق ومن شعب العراق. هذا واصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه مصطفى الكاظمي امرا ديوانيا بترقيه ضباط وزاره الدفاع المستحقين للترقية وقال ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحه اللواء يحيى رسول في بيان قال ان الكاظمي اصدر امرا ديوانيا بترقيه الضباط المستحقين في وزاره الدفاع لجدول السادس من كانون الثاني لعام 2021 سجل حافل بالانتصارات وإرث كبير امتد لمئة عام من البطولات سطرها أبطال الجيش العراقي عبر تلك السنوات الطويلة إذ يحيي العراقيون اليوم السادسة من كانون الثاني المناسبة إلى جانب إقامة استعراض عسكري كبير يوازي حجم المناسبة مئة عام من الانتصارات والإنجازات لجيش العراق الباسل حققتها صنوفه المختلفة في البر والجو والبحر مسيرة طويلة اثبت من خلال هذا الجيش العريق قدرته على حماية الشعب وتحقيق السيادة الوطنية وحفظ حدود الوطن من اي تهديد خارجي نستذكر البطولات واخرها هو انتصارنا على تنظيم داعش الارهابي وما قدم من تضحيات للشهداء وكذلك من خبره في الحفاظ على اموال وارواح المواطنين وسلامه البلد ووحده البلد، بالتاكيد هذه المؤسسه العسكريه اللي ناءت بنفسها أن تبتعد عن الجانب السياسي وعن المحسوبية وأخذت على عاتقها أن تقوم بحماية البلد وحدود البلد وأمن وسلامة البلد مرت على تأسيس الجيش مئة عام جميعها مكللة كانت في الانتصارات وأبلت جميع الصنوف بلاء حسنا خلال هذه الفترة لا سيما الصنف المدرع الذي سجل ملاحم النصر معارك النصر على الإرهاب وتحرير الأراضي المغتصبة برزتها تضحيات الجيش العراقي الذي خاض حربا مفتوحة ومعقدة ضد العصابات الارهابية وكان الجيش في طليعة القوات المتقدمة لتحرير الانبار وصلاح الدين وديالا ونينوى محافظا على ارواح المدنيين هذا الجيش صاحب الملاحم البطوليه الكبيره صاحب الانتصارات العظيمه التي حققها ضد عصابات داعش الارهابيه التي كانت تروم السيطره على جزء كبير من اراضي العراق ولكن بحمد الله وبركته وبقوه هؤلاء الابطال من الجيش العراقي تمكن الجيش العراقي من طرد هذه العصابات وتحرير المدن وارجاعها الى حضن الوطن. جيش البطولات وجيش التضحيات وجيش القوه حقيقه في انا من 2004 بهذا الجيش العراقي ولحد الان الجيش العراقي بقي تطور تطور عالي جدا وقدره قتاليه عاليه جدا حقيقه معنويات عاليه لمقاتلين وضباط وراتب بعد التطور الهائل الذي حضر في الجيش العراقي الباسل. معركه المدن اصعب معارك والجيش العراقي اللي خاض حقيقه مع داعش وكانت انتصاراته حقيقه مبهره للعالم ونحن نعيش الذكرى المئويه لتاسيس الجيش العراقي الباسل نستذكر انتصارات هذا الجيش الذي حرر الأرض والعرض وعاد الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية أبناء محافظة المثنى احتفلوا بالذكرى المئوية الأولى للتأسيس أو لتأسيس الجيش العراقي الذي طرز خارطة البلاد بدماء أبنائه الأبرار لتحريرها من الإرهاب بفرح غامر ابتهج ابناء مدينه السماوة صغارا وكبارا وهم ينثرون الحلوى والتقاط الصور ويحتفلون سويه مع ابناء الجيش العراقي في عيدهم الاغر بالذكرى المئويه الحمد لله والشكر جاي اشوف تفاعل الشارع السماوي مع الجيش العراقي اللي يقدم له الحلوى اللي يقدم العلم العراقي اللي يقدم الورود الحمد لله والشكر هم سندنا هم اهلنا هم عزتنا وهم اماننا والفخر النا مسيرة آلية للجيش العراقي جابت شوارع المدينة احتفاء بهذه المناسبة بعد مرور مئة عام على تأسيسه جيش الانتصارات والتضحيات الجسام ولعب دورا محوريا إلى جانب الجيوش العربية ونجح بالانتصار والقضاء على عصابات داعش الإرهابية بمعية التشكيلات الأمنية الأخرى لتتحرر مناطق العراق من العصابات الإجرامية مؤويه مباركه لجيشنا الباسل الجيش العراقي الذي سطر منذ مئة عام يعني بطولات كثيره يعني جيش بني على اساس العقيده نهنا الشعب العراقي والجيش العراقي بعيد الجيش العراقي لان هم وطننا الاساس ما زال العراقيون يستذكرون بفخر واعتزاز الانتصارات المتحققه فالجيش حارسا وسورا أمينا للوطن الجيش سور الوطن ها هم أبناء محافظة المثنى يحتفلون بهذه الذكرى العطرة عيد الجيش الأغر مئة عام من الانتصارات والتضحيات لأبطال العراق الغيرة للعراقية الإخبارية علي كريم المثنى تعاون وتنسيق بين القطاعات الأمنية والأجهزة الاستخبارية أنهى وجود إرهابي داعش داخل المدن وحولهم إلى مجموعة عصابات وتحديدا عند الحدود خبراء الأمن أكدوا ضعف قدرة هذه العناصر بعد الضربات الجوية المستمرة ضد أوكارهم وإيقاف الوكالات الاستخبارية تسللهم عند الحدود مع سوريا الإعلان المتواصل عن عمليات عسكرية تستهدف بقايا داعش في عدد من المحافظات نتاج العمل الاستباقي لجميع القطاعات التي تعمل بنسق وتعاون كبيرين حيث تحاول بعض المجامع الإرهابية خلخلة الأوضاع الأمنية في تلك المدن بعد خسارتها للأوكار التي كانت منطلقا للقيام باعتداءاتها على المواطنين والقوات الأمنية وهو مؤشر إعلامي أكثر من كونه ميداني بحسب قيادات عسكرية الغاية منه محاولة إثبات وجودهم في المشهد العراقي لو نأتي على الأعمال والعمليات التي تنفذ من قبل قطاعاتنا بكل ساحات العمليات سواء في ديالى في صلاح الدين في الأنبار في غرب نينوى عمليات استباقية ونوعية توجيه السيد القادر عن القوات المسلحة والقيادة العسكرية العراقية بتكثيف الجهد الاستخباراتي والعمل الاستخباراتي وهذا ما اثمر عنا ضربات موجة وقاسم لبقايا هذه الفلول. العمليات النوعيه اثرت بشكل كبير باستهداف اوكار ومضافات وايضا تجمعات لبقايا هذه العناصر. واستبعد خبراء امنيون امكانيه اعاده بقايا داعش لصفوفهم نتيجه توفر معلومات استخباريه واسعه. مؤشرة على محاولات صغيرة خارج حدود المدن بعد طردهم أو قتلهم في الداخل ولاكمال ذلك النجاح فالحاجه الى دعم مالي وفني سيمكنهم من القضاء على ما تبقى منهم بحسب تصريحاتهم التنظيم انتقل من مرحلة قتال المدن إلى قتال حدود المدن ولذلك هو لا يملك حتى قدرة حدود المدن مضافاته تم ضربها من قبل قوات التحالف ال 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 الأجمات التي كان يأوي لها تم تفكيكها الحدود العراقية السورية البالغة 605 كيلومتر من عبر الحدود فيما يتعلق بغرب نينوى هو الآخر تم كبح جماح تسلل أكثر من 30 عائلة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية فضلا عن ذلك قتل أكثر من سبعين انتحاري خلال أربعة اشهر المنقضيه العمليات العسكريه الاستباقيه والمعلومه الاستخباريه كانت عنوانا مهما للانتصارات العراقيه على داعش الارهابي وما تبقى منها ليكون هذا العام نهايه ما تبقى من داعش في جميع الاراضي العراقيه بحسب تصريحات وزاره الدفاع عباس نعم العراقيه الاخباريه بغداد ورغم مرور سنوات عديدة على إصابة الحاج عباس المسوي بإطلاق ناري أثناء عملية التحرير من داعش الإرهابي إلا أنه ما زال يعاني الإهمال والنسيان عائلة عباس ناشدت الحكومة عبر قناة العراقية الإخبارية بتأمين علاجه خارج البلاد بهذا الحي وفي هذه الدار قصة من قصص الابتلاءات لانسان لعب القدر دورا اساسيا في حياته ففي تاريخ الثالث عشر من حزيران 2014 قصد سيد عباس الموسوي زيارة الامام الحسين عليه السلام وهو اليوم الذي اعلنت فيه المرجعية الشريفة فتواها المباركة بالجهاد الكفائي لمواجهة الفئة التي ارادت بارض العراق فسادا فلبى النداء ليصاب بطلق ناري اقعده الفراش الى يومنا هذا. بالفتوى انا كنت موجود بكربلاء المقدسه زرت الامام العباس زرت الامام الحسين وطول الفتوى، بعدين التحقت بالساحات الجهاد. اول منطقه طبناها منطقه المحموديه، توجهنا من المحموديه الى ان وصلنا العمري مال وهذا بالنسبه لفتره، هناك انا بالنسبه لي انجرحت، يعني انا لحد انا هسه مريض وانا قاعد هسه راجع ببغداد وصار عندي حتى التهابات بالامعاء وبالرئتين وهاي الاوراق كلها مالت ما عندي قسم بذات الله وقاعد في هذا البيت المأجره 75 الف انا مأجره ومريض واحتاج علاجات احتاج مراجعات يعني ابسط الحقوق يعني ما مفرده يعني فناش بالنسبه للحكومه الهيئه مالت انه يسعون بالنسبه هاي اوراقي كلها موجوده هاي مستمسكاتي الموسوي لم يستلم اي راتب باعتباره من جرح الجهاد الكفائي رغم الاوراق الثبوتيه التي يمتلكها وهو يناشد الجهات المعنيه بان تنصفه وترسله ايضا خارج العراق للعلاج لتدهور حالته الصحيه الرجل مريض حتى وان كان مو بالحج الشعبي حتى وان كان خارج الحج الشعبي وعندهم مشكله بانضمام الحج الشعبي هسه أبعاه كمريض كانسان عراقي الى حق بهذا البلد معقوله يعاني هاي المعاناه وهو عنده خمس اطفال ما لاقين لقمه عيش ياكلونها الناشد رئيس الوزراء ينظر القضية سيد عباس الناشد كل المؤسسات المعنية حالتنا مأساوية إلى أبعد الحدود هو لا راتب ولا هاي هاي صار لك كم سنة هو وكل شيء كل فايدة ماكو يعني لا رواتب لا مساعدات أو عايش على العلاج والعلاج تدرون بيه بعد غالي صعب هذه الأوراق والكلمات الموجودة فيها تحكي عن صدق كلام هذا الرجل احتفظ بها سنوات عديدة عسى أن تكون في يوم من الأيام الطلسم الذي ينهي معاناته للعراقية الإخبارية سنان الخفاجي الناصرية أهلا بكم من جديد تجاوزت أسعار العقود الأجلة لخام برنت الأربعة والخمسين دولارا للبرميل الواحد وذلك للمرة الأولى منذ شباط الماضي كما سجلت الأسواق العالمية ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط مستوى الخمسين دولارا للبرميل الواحد ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان السعودية عن خفض طوعي إضافي للإنتاج خلال الشهرين المقبلين ومع قرب مناقشة الموازنة في مجلس النواب، أعضاء باللجنة المالية شددوا على ضرورة إبقاء الموظفين لا سيما ذوي الدخل المحدود بعيداً عن الإجراءات الإصلاحية في الموازنة. فيما تأتي التوقعات بتغييرات على عدد من المواد ضمن مشروع القانون. خبراء الاقتصاد بدورهم قالوا إن ارتفاع أسعار النفط في العالم سيقلل من قيمة العجز ضمن قانون الموازنة. توجهات نيابية لتخفيض النفقات الإجمالية المرتفعة في موازنة العام الحالي بعد تضخم العجز المالي فيها نتيجة ارتفاع تلك النفقات التي تأثرت هي الأخرى برفع قيمة الدولار وانخفاض الإيرادات. نحن في اللجنة المالية، وأنا أتكلم عن نفسي كعضو في اللجنة المالية. لن نقبل بالمساس بدخول الموظفين خاصه ذوي الدخل المحدود والذين تضرروا اصلا من مساله التضخم الحاصل في العراق بسبب انخفاض القوه الشرائيه للدينار العراقي وباعتقادي راح تكون هناك تغييرات كثيره في اغلب مواد هذا المشروع. وتعمل اللجنه الماليه النيابيه بالاتفاق مع الحكومه على شطب البرامج والانفاق غير الضروري والابقاء على ضمان سريان رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحاكمه دون اللجوء الى استحداث برامج تشغيليه او استثماريه جديده تزيد من هوه العجز وترفع حجم الانفاق العجز كل دولار يصعد النفط ينزل العجز تريليون دينار احنا على باب الان صعود بحكم التعافي في كورونا وبدات عمليه النمو والطلب على النفط يزداد سترتفع اسعار النفط ربما 10 الى 15 دولار وبذلك تقلل من العجز الموجود بالموازنه وتقدر النفقات الاجماليه في موازنه العام الحالي ب164 تريليون دينار معتمده بنسبه 80% على الايرادات النفطيه فيما تكفلت الايرادات الاخرى بتغطيه 20% من النفقات التشغيليه وترجح اللجنه الماليه النيابيه اجراء تغييرات كثيره على مشروع قانون الموازنه لتخفيض النفقات الاجماليه فيها وابعاد الطبقات المتوسطه والفقيره عن معادله الاستقطاعات والضرائب سجاد الموسوي العراقيه الاخباريه بغداد وفي ملف الاموال المهربه خارج العراق اكد مقرر لجنه النزاهه النيابيه عبد الامير المياحي وجود صعوبات كبيره في استعاده هذه الاموال. المياحي في تصريح للاخباريه بنشره سابقه اوضح ان الريشه والضغط السياسي احد اسباب عدم امكانيه اعاده الاموال المهربه. هناك اعتقد اموال لم يعلن عنها لحد هذه اللحظه وتكلم رئيس القسم في وقتها عندما تم استضافته في لجنه النزاهه النيابيه على انه هو يعني هناك صعوبات بمتابعه هذه الاموال والوصول اليها بصراحه بوجود يعني الرشا من جانب والضغط السياسي والضغط الحكومي من جانب اخر لحد هذه اللحظه لم تسترد يعني مبالغ هو ذكر الاخ المختص بمبلغ زهيد جدا يعني مخجل يعني 3 مليون دينار عراقي تم استردادها من احد اللي مهربيها في في الاردن وفي خضم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد تقدر الأموال العراقية المهربة خارج البلاد بمئات التريليونات من الدنانير أموال تعمل الحكومة عبر لجنة مكافحة الفساد على استردادها لدعم خزينة الدولة فيما يرى مختصون أن الجهد بحاجة لإسناد دولي للحد من الظاهرة والقضاء عليها أموال الدولة المهربة إلى الخارج تعود الى الواجهه من جديد لجنه النزاهه النيابيه قدرت حجم تلك المبالغ ب 350 تريليون دينار عراقي وعلى هذا الاساس فان الحكومه شكلت لجنه لمكافحه الفساد وهي معنيه في متابعتها حسب ما افصح عنه اعضاء في لجنه النزاهه الدوله بها مؤسسات واجبها التابع هذه الاموال المهربه وهناك دائره الاسترداد في هيئه النزاهه هذا الواجب واجبها الرئيسي التابع الاموال وهناك احكام صدرت من القضاء العراقي بحق مسؤولين بحق شخصيات هربت الاموال العراقيه والان عليها القاء وبحسب خبراء في القانون ومتابعون فان استرداد الاموال واعادتها الى خزينه الدوله يجب ان يعزز باتفاقيات وتفعيل قرارات وقوانين من الواجب تطبيقها عبر مؤسساتها المعنيه ولربما ستكون ذات فائده على الاقتصاد الوطني 30% او 35% من تلك الموازنات هربت الى الخارج هاي اموال، نحتاج الى الى اتفاقيات ثنائيه نعزز اتفاقيه مكافاه الفساد الدوليه، لا حضرتك خاطر وجده. الامر الثاني نبعد مسائل الفساد المالي والاداري اولا عن العفو لان كل قوانين العفو بما فيها القوانين القانون الاخير كان يشمل فساد مالي وإداري نمنع مرتكب جريمه فساد مال اداري لمعاملة جريمه مخالفه الشرف هذه علاقات دبلوماسيه دوليه فالحكومه العراقيه اكيد لديها شركائها الحقيقيين من اجل اعاده بناء العراق الجديد والخطوات التي يتبعها سيد دوله رئيس الوزراء هي خطوات ايجابيه في محاربه الفساد والمفسدين واعاده اموال الشعب المنهوبه فاكيد هنالك دول سوف يكون لها قبول وايجاب من اجل التعاون مع حكومتنا الموقره في جذب وجلب هذه الاموال المهربه اللجنه النيابيه لوحت بحجم الاموال المهربه التي اخذت اشكالا متعدده فيما اكد متابعون ان الوقت قد حان لاستردادها عبر تشكيل لجان بين العراق والدول التي هربت اليها من بغداد محمد العيداني العراقيه الاخباريه اذا مشاهدينا للوقوف على موضوع الاموال العراقيه المهربه الى الخارج ينضم الينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي ورحب بك دكتور فالح في نشرتنا الخبريه يسعد مساءك نعم بسم الله الرحمن الرحيم بمنا... يعني بهذه المناسبه الاموال المهربه الى خارج العراق يعني تكفي موازنه سنتين قادمتين يعني ما يقرب من او اكثر هي طبعا هذا بشكل رسمي 240 مليار دولار مهربه الى خارج العراق قسم من هذه الاموال قبل 2003 قد هربت واللي تشكل ما يقرب من 30% والبقيه هي ما بعد 2003 طيب دكتور في البدايه هل كان توضح لي ماذا نعني بالاموال العراقيه المهربه وايضا تشمل ماذا بالضبط وكيف تم تهريبها يعني هل كان توضح لنا هذه النقاط نعم في البدا نعم, نعم نعم الاموال المهربه هي الاموال التي قد اخرجت من دا من من العراق الى الخارج بدون وجه حق يعني اما بشكل غير رسمي أو بشكل غير شرعي مثل نتيجه لغسيل اموال يعني مثل العقود الوهميه آه اخراج اموال من اجل شراء بضاعه وهي ما تشتري البضاعه يعني تحويلات اموال الى خارج العراق بشركات وهميه ايضا وهكذا يعني بطرق غير شرعيه اخرجت هذه الاموال الى خارج العراق وقد آه تم إيداعها في مصارف في بلدان عديدة ويمكن استعادة تلك الأموال وخاصة أن حتى الأمم المتحدة مستعدة أبدت استعدادها لمساعدة العراق في استرداد تلك الأموال ولكن المسألة هي داخل العراق وليست خارج العراق يعني هناك كما أسلف السيد النائب قبل قليل ضغوطات سياسية وهنالك أيضا عراقيل في كيفية استعادة تلك الأموال يمكن استعادة تلك الأموال بالاتفاق مع تلك الدول. نعم. طيب ما هي الخيارات المطروحة أمام الحكومة لإسترداد هذه الأموال؟ نحن نتحدث عن قيمة تقديرية ب مئة وخمسين تريليون دينار هذه قيمة الأموال المهربة. نعم. هل هناك خيارات مطروحة أمام الحكومة؟ نعم. ممكن الحكومة أن تعقد اتفاقيات مع البلدان التي أودعت. تلك الاموال في مصارفها ويعني تجمد تلك الاموال وتسحبها باعتبار ان اصحاب تلك الاموال قد اخرجوا هذه الاموال بطرق غير شرعيه وعليهم مثلا يعني التزامات وعليهم حقوق قانونيه وبذلك يمكن استعاده تلك الاموال باعتبارها اموال عراقيه مهربه الى الخارج يعني ننطي مثال على ذلك يعني مثلا بعض العقود راد يستورد مثلا مكائن خياطه ب 35 مليون دولار طيب وعندما تم الموافقه على اخراج 35 مليون دولار الى دبي استورد مكائن الخياطه وكانت مكائن الخياطه عباره عن لعب اطفال كلها لا تساوي ألاف دولار طيب. يعني هذا طريقه من طرق غسيل الاموال، يعني اشخاص يحصلون على اموال في داخل العراق عمولات وعقود وهميه ومشاريع فقط على الورق وهذه طيب الأموال في هذه الحاله تم تجميد هذه الاموال في تلك الدول تجميد يعني م -م. تجمد تلك الاموال في تلك الدول وتستعاد الى داخل العراق يمكن ان يستعيدها العراق بشكل قانوني وبشكل رسمي يعني حتى خارج اطار خارج اطار العمليه القانونيه يمكن ايضا استعاده تلك الاموال من خلال العلاقات الاقتصاديه الثنائيه ما بين العراق وتلك الدول وأيضا ليست الأموال المهربة فقط لدينا أيضا ممتلكات سواء كان مزارع في سيلان يعني في سريلانكا أو في الهند أيضا ممتلكة من قبل الدولة ممتلكات أخرى تعادل يعني أكثر من أربعين مليار دولار للحكومة العراقية يمكن الحصول عليها من خلال مفاتحة سفارات الجمهورية العراقية في تلك الدول واستعاده تلك الممتلكات الى العراق. نعم هناك حديث ايضا استثمارة. عن اسناد دولي لاستيراد او استرداد هذه المبالغ. كيف تساعد الاتفاقات الدوليه لاسترداد هذه الاموال؟ يعني ما لحد الان ماكو اي دوله رافضه التعاون مع العراق لاسترداد تلك الاموال. يعني جميع الدول يعني مستعده للتعاون في العراق مع العراق من اجل استرداد تلك الاموال. وإذا العملية بسيطة، يعني العملية الآن بملعب الكرة في ملعب الدولة العراقية أو الحكومة العراقية من أجل استرداد تلك الأموال، يعني بدلاً من تخفيض قيمة الدينار العراقي أو استقطاعات من الموظفين نسعى إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، وبالتالي نستطيع أن نحذف مبدأ التضخم من السوق العراقية ويستمر النشاط الاقتصادي وتزداد عمليه الاستخدام والتوظيف للعاطلين عن العمل طيب ما هي الخطوه الاولى لهذه الاجراءات وهل تم بالفعل البدء بهذه الاجراءات اجراءات الاسترداد نعم بدأت لهذه الاموال نعم النزاهه النيابيه بهذا العمل ولكن يجب ان يجب ان تستمر بملاحقه هذه الاموال الى خارج البلد ومحاوله استردادها بشكل قانوني بالاتفاق مع حكومات تلك البلدان او مع المصارف الرسميه في, في تلك البلدان بالاتفاق مع المصارف العراقيه سواء كان الحكوميه او القطاع الخاص في داخل العراق، وبالتالي نستعيد اموالنا واللي هي اموال الشعب بالدرجه الاولى. بالتالي ليست هي عمليه صعبه كما وصفت سابقا. نعم. هي ليست بالعمليه الصعبه جدا، حتى لو كانت صعبه ولكنها تستحق ان نسعى الى استرداد تلك الاموال بشكل قانوني وبشكل طبيعي. يعني شنو استرد... يعني استطعنا ان نستورد فقط مثلا 3 ملايين دولار م... من الاردن من مهربين او غيره هذه لا يعني ما تساوي شيئا ليس شيئا بالنسبه للمبلغ لل... بالنسبة... نعم. المقدر ب 300 مليار أو 12... دولار نعم, نعم نعم وطبعا هذا بشكل رسمي اما الغير معروفه يعني المبالغ اكبر بك... بكثير من ال 240 مليار دولار التي قيلت من قبل لجنه النزاهه النيابيه طيب دكتور للحد من هذه الظاهرة في المستقبل هل نحتاج إلى مراقبة عمل المصارف الأهلية أو مكاتب التحويل للسيطرة على ملف تهريب الأموال في المستقبل؟ نعم بالتأكيد وهذا طبعا هو من واجب البنك المركزي من واجب البنك المركزي الرقابة على المصارف الرقابة على الائتمان الرقابة على التحويل, التحويل الخارجي احنا عندنا الحاكم العسكري الأمريكي لغة دائرة التحويل الرقابة على التحويل الخارجي من بدا يحكم العراق بعد 2003، وهذا طبعا ادى الى هروب مبالغ كبيره من الاموال، نرجع الرقابه على التحويل الخارجي ونخلي كل رجال الاعمال يفتحون اعتمادات مستنديه لدى المصارف العراقيه بحيث نستطيع مراقبه اي مبلغ مالي يخرج او يدخل الى العراق، وبذلك نكون قد حددنا من عمليه هروب تلك الاموال. إلى خارج العراق ألا توجد حاليا رقابة على عمل المصارف والذين المكاتب التحويل؟ مكاتب الت... نعم هي يعني هي شركات تحويل مالية إضافة للمصارف كلها هي تأخذ إجازة عمل من البنك المركزي فالبنك طيب. المركزي هو المسيطر عليها وهو الرقيب الأول في عمل هنا وعندنا أيضا دوائر لغسيل الأموال من ضمنها هذه الدوائر موجودة في البنك المركزي وموجودة في وزارة المالية هذه الدواء ما هو عملها وكم استرجعت من تلك الاموال؟ يعني لازم نسال نفسنا انه هذه 240 مليار دولار من تخرج خارج العراق، اين دائره غسيل الاموال؟ ولما لم تحقق بها؟ يعني اذا مثلا يستورد شفل والشفل قيمته يكتب قيمته 35 مليون دولار، يعني صار هذا الشفل من ذهب صانعينه، فاذا العمليه يعني بين يعني اكو شغلات تحقيقيه طيب. ممكن ان تتم من خلال ذلك. طيب شكرا جزيلا لك الدكتور فالح الزبيدي الخبير الاقتصادي كنت معنا مباشرة في الاستوديو شكرا جزيلا لك أهلا رحبت الولايات المتحدة بإعلان العلا الصادر عن القمة الخليجية الحادية والأربعين في السعودية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصف هذه القمة بالخطوة الإيجابية نحو تحقيق الوحدة بين الدول العربية والخليجية مشيرا إلى ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الجميع لتوحيد المنطقة ضد ما سماه بتهديدات المشتركة يعقد الكونغرس الامريكي اليوم جلسة مشتركة لفرز اصوات المجمج مع الانتخابي وتاكيد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية وسط توقعات بان تكون جلسة عاصفة نظرا لتعهد بعض المشرعين الجمهوريين بدعم جهود الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لالغاء نتيجة عبر رفع اعتراضات خلال الجلسة. وان تلك المحاولات محتومة بالفشل وفقا لمراقبين No. وستعقد غرفة الكونغرس المتمثلان بمجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة لفتح الشهادات المختومة من الولايات الخمسين الأمريكية التي تحتوي على سجل أصوات المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا حيث سيقوم ممثلو الحزبين الديمقراطي والجمهوري من المجلسين بفرز النتائج وإجراء إحصاء رسمي لإعلان الفائز في الانتخابات رسميا دعا الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نائبه مايك بنس لدعم مطالبته بالطعن في نتائج الانتخابات، كما أشار إلى رغبة بعض الولايات بالتراجع عما صدقت عليه سابقا من نتائج وصفها بالمزورة وقال ترامب إنه إذا كان نائب الرئيس مايك بينس يقف إلى جانبه فإنه سوف يفوز بالرئاسة وأشار ترامب إلى أن العديد من الولايات ترغب في تصحيح الخطأ الذي ارتكبته في التصديق على أرقام غير صحيحة ومزورة في عملية لم توافق عليها الهيئات التشريعيه في هذه الولايات مضيفا ان مايك بنس يمكن ان يعيدها وفي شمالي العراق وبسهل نينوى تحديدا نحت منذ القرن السابع دير سمي بدير الربانه هرمزد له أهمية بالغة بالنسبة للطائفة المسيحية ويكاد يكون اليوم شبه خالٍ من زواره بسبب انتشار وباء كورونا. دير الربان هرمزد التاريخي شمال العراق أو دير الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية منحوتة تحاكي بعمقها التاريخ. في جبل بالقرب من بلدة القوش في سهل نينوى باتت اليوم خالية من زائريها بعد أن اعتادت على احتضان الآلاف من السياح المحليين والأجانب والسبب هو الجائحة من القرن السابع كانت السياحة موجودة بهذا الدير يعني كان يجون من كل الأماكن يجون على زيارة هذا المكان المقدس رغم الوقتها كان الدير صومعة صغيرة أو صومعة أو هيكل أو كنيسة صغيرة وتم تسمية المبنى الذي يعود تأريخه إلى القرن السابع باسم القديس أو الربان هرمزد المدفون في المكان والذي يعتقد بعض رواد الدير بما يمليه عليهم إيمانهم بأن له كرامات في شفاء المرضى جينا نصلي من الدير نطلب لأن المعجزات عنده هواية يعني الناس جاءوا صلوا قبلنا وجربناها أنا واحد من الناس كان بيدي أكو ورم فامي جابتني كنت صغير هنا أنا اخذت التراب وصلت طبعا هو ايمان ايمان كل شيء يعني او درجه اولى فمسحت من من جينا من المدرسه قالوا لازم يسوي مسحتة الصبح قعدنا رايح هذا ذاك يوم هذا سنه 74 فاحنا عندنا ايمان بهاي يعني الكنيسه انه تشفي المرضى ويحتفل المسيحيون بمنطقه سهل نينوى بذكرى مار هرمز في ثاني احد بعد عيد الفصح وعادة ما يتم الاحتفال الذي يسمى بالسريانية شيرة وتعني السهرة بحج الدير وإقامة الصلوات ختم هذه النشرة تذكير بلا بمناسبة عيد الجيش الكاظمي يؤكد عدم السماح باختطاف القرار الوطني ورئيس الجمهورية يجدد المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة مع زيادة أسعار النفط عالميا مختصون يؤكدون زيادة كل دولار في الأسعار يقابلها زيادة في الإيرادات بمعدل تريليون دينار سنويا النزاهة النيابية تعلن تهريب 350 تريليون دينار خارج العراق وقانونيون يؤكدون الحاجة لاتفاقيات دولية لإعادتها ترامب يدعو نائبه مايك بنس للطعن بنتائج الانتخابات ويتحدث عن رغبة بعض الولايات بالتراجع عن النتائج السابقة للانتخابات شكرا لكم مشاهدينا ودمتم بخير